بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الكل يبحث عن التخسيس. التخسيس مهم جدا للرجال وللنساء، للرشاقة للأناقة للصحة لكل شيء. أرخص رجيم، أرخص برنامج تخسيس وأسرع برنامج تخسيس لو عرفنا نطبقه بمنتج واحد هتستغربوا. ثلث حبة ملفوف أحمر فقط، ثلث حبة تأخذها قبل الوجبات. كيف أخذها وكيف هتكون بدون مشاكل؟ لأن الملفوف زائد خبز يساوي غازات ونفخة، وحتكره حالك. غازات رائحة ونفخة، حتحس حالك صرت زي الفيل. لكن ابتعد عن الخبز نهائيا، خذ الملفوف كعصير أو كشوربة. كيف أعمل عصير؟ ثلث حبة الملفوف وقسمها إلى أربعة وخذ ربعها، واحد أعريك خلينا منها. الآن قبل كل وجبة كيف بدنا نحضرها؟ مباشرة بقطعها بحطها في الخلاط، بحط معاها نص كاسة مية، أو حتى لو حطيت كاسة مية لأن أنت هتشربه بالكامل. ممكن أحط معاها معلقة عسل، أحط معاها بقدونس، ممكن أضيف كمان إذا اللي بحب الثوم وعنده مشاكل في القلب أو في الشرايين إضافة ضرس ثوم، بإمكاني أضيف كمان معلقة خل تفاح، لكن ضروري إني أضيف ليمونة كاملة بقشرها أو ليمونتين صغار، أقطعهم وأحطها مع المشروب هذا، أضربها بالخلاط. هل بإمكاني أضيف أي توابل أخرى حسب رغبتك؟ حبيت تضيف زنجبيل، كركم، كمون بالذات مهم جدا علشان الغازات ما تتكون لو غلطت واكلت خبز من ضمن الوجبة. اشرب هذا المشروب قبل الأكل مباشرة، ماذا سيحصل في جسمك؟ هتحس بشبع مليان بالجلوتاثيون. الجلوتاثيون هو المضاد الأكسدة الأقوى على وجه الأرض. الجلوتاثيون هو اللي بيرمم لي مشاكل المعدة، يعني بيحسن لي امتصاص الكالسيوم والزنك، وبيحسن لي أداء البيبسين وأداء الـ HCL. كل مشاكل المعدة والقرحة يعالجها هذا المشروب. بيسد الشهية، هذه أهم نقطة. إذا أخذتها قبل الوجبة بثلث ساعة أو نص ساعة هتجد نفسك حتاكل بس مجاملة للي أنت قاعد معاهم. ابتعد عن الخبز في الأكل حتى لا تأتي لك النفخة اللي احنا ذكرناها. ستجد نفسك بشرتك، تجاعيدك كلها اختفت من هذا المنتج، معدتك طابت، شعرك حيتحسن، بشرتك حتتحسن، هتروح التجاعيد منك، هتحس حالك مضاد للالتهابات قوي أخذته في هذا المنتج. بصحة وعافية إن شاء الله. في فترة شهر هتخس من 8 إلى 10 كيلو إذا التزمت بهذه الوصفة، فقط الملفوف مع الليمون والماء. أي إضافات أخرى أنت حر حسب رغبتك، بس بشرط ممنوع الخبز علشان ما تجيلكش النفخة. كل حيقول لي الملفوف الزهرة بتعمل نفخة، وأنا بقول لك ابعد عن الخبز مش هتجيلك نفخة، ابعد عن الحليب ومنتجاته إذا كلت ملفوف مش هتجيلك نفخة. أسأل الله لي ولكم الأجر والعافية والصحة والشفاء من كل داء، وتكون النتائج مبهرة. اشتركوا في قناتنا، ادعمونا بنشر هذا العلم حتى تكسبوا الأجر من الله كعلم ينتفع به، ولكم تحياتي.